ننتقل إلى حل السؤال السادس من التدريب في الصفحة 50. يقول السؤال السادس: عين معادلة القطع الزائد الذي مركزه 0 0، مبدأ الإحداثيات. عين معادلة القطع الزائد الذي مركزه مبدأ الإحداثيات، ويمر بالنقطتين M1 هي 16 على 3.5 وM2 3.15 على 4، ثم عين ذراه ومحرقيه ومقاربيه. يريد معادلة القطع الزائد الذي مركزه مبدأ الإحداثيات ويمر بالنقطتين. في الواقع طلابنا عطانا قطع الزائد يمر بنقطتين، ولكن عطانا معلومة أنه مركز القطع هو مبدأ الإحداثيات. نعم، إذا كان هذا المستوى الإحداثي OXY، انظر، إذا كان هذا المستوى الإحداثي OXY القطع مركزه O فتحة 0 0، يمر بالنقطتين. في الواقع طلاب نفرض في نقطة هون وفي نقطة هون، هاتين النقطتين غير كافيتين لتحديد المحور المحرقي. نعلم أنه الذي يصلنا إلى معادلة القطع الزائد هو توضع المركز وتوضع المحور المحرقي. هنا في هذه المعادلة نحن لا نستطيع تعيين المحور المحرقي من رسم توضيحي أو إلى غير ذلك، فنقول معادلة القطع الزائد من الشكل المختزل. أرى نفسي أمام حالتين، راح نشتغل على الحالتين. الحالة اللي راح يصير فيها تناقض بنلغيها وبنشتغل على الحالة الثانية. كيف ذلك؟ إذن الحل، أقول بما أن مركز القطع هو مبدأ الإحداثية 0 0، أرى أن معادلة القطع الزائد هي من الشكل المختزل X مربع على A مربع ناقص Y مربع على B مربع يساوي 1، إما من هذا الشكل أو من الشكل Y مربع على B مربع ناقص X مربع على A مربع يساوي 1. معادلة القطع الزائد إما من هذا الشكل أو من هذا الشكل. لذلك لمعرفة أي من الشكلين هذين يمثلان معادلة القطع الزائد، لنفرض جدلا أن معادلة القطع الزائد من الشكل X مربع على A مربع ناقص Y مربع على B مربع يساوي 1. لنفرض أن معادلة القطع الزائد من الشكل X مربع على A مربع ناقص Y مربع على B مربع يساوي 1. لتحديد المعادلة علينا إيجاد الثابتين A و B. كيف هنا سوف أوجد الثوابت A و B؟ أنا راح أشتغل على الشكل الأول. ما هو النقاط في معادلة القطع؟ ممتاز. تعود النقاط. نحل في معادلتي القطع الزائد. لدي النقطة M1 التي إحداثيتها 16 على 3.5، راح أعوضها بالشكل المختزل، يعني الذي من أجله L يوازي OX. أنا هيك فرض جدلي. إذا نعوض إحداثيات النقطة M1 16 على 3.5 في معادلة القطع الزائد. طلاب الإكس مربع هي 16 على 3 للتربيع مربع البصعة مربع المقام 256 على 9 على A مربع ناقص الواي مربع 5 للتربيع 25 على B مربع. خلوني من أجل الإكسات أخذ البعيدين بسط والقريبين مقام، أحصل على 256 على 9 A مربع، يعني أحصل على الشكل 256 على 9 A مربع ناقص 25 على B مربع يساوي 1. هذه معادلة أولى. إذن 256 على 9 A مربع ناقص 25 على B مربع يساوي 1. الآن لكي أعوض النقطة M2 التي إحداثياتها 3.15 على 4 في معادلة القطع الزائد، أحصل، لاحظ طبعا معادلة القطع الزائد X مربع على A مربع ناقص الواي مربع على بي مربع يساوي 1. نعم، الاكس مربع 3 للتربيع 9، الواي مربع 15 على 4 والكل للتربيع، هذا كلامي في البسط، 225 على 16 بعيدين بس قريبين مقام، 225 على 16 بي مربع، يعني احصل على الشكل 9 على اي مربع ناقص 225 على 16 بي مربع يساوي 1. الآن بالحل المشترك لجملة المعادلتين 1 و2، خلونا نحط الواحد هون مشان تكون أمام المجهر، 256 على 9A مربع ناقص
قديش كانت البي مربع إذا بتذكروني فيها مرجع؟ نعم 25 على بي مربع، 25 على بي مربع يساوي الواحد. كانت هاي المعادلة الأولى بالحل المشترك لجملة المعادلتين واحد واثنين. فكرة الحل طلاب هي أن أبحث عن طريقة رياضية أتخلص من خلالها من أحد المجهولين. هذا الكلام يعتمد على دقة الملاحظة طلابنا. ومعن النظر في المعادلة الأولى، ومعن النظر في المعادلة الأولى 256 على 9 مربع ناقص 25 على ب مربع يساوي الواحد، والمعادلة الثانية 9 على A مربع ناقص 25 على 16 ب مربع يساوي الواحد. نعم، شو رأيكم المعادلة الأولى أضربها بناقص 9 على 16؟ خليني أضربها بناقص 9 على 16. أضرب المعادلة الأولى بناقص 9 على 16، يعني راح أحصل على الشكل 256 بناقص 9 على 16. 9 بتوسع المقام راحت، 256 على 9 البصمة 9 المقام راحت على 16 A مربع ناقص 25 ضرب 9 225. ما بنسى أني أنا بضرب بناقص، السالب بالسالب موجب، على مين؟ على بضرب كمان هون 16 بي مربع يساوي ناقص 9 على 16، مو هيك؟ نعم، لاحظها، خليني اسميها المعادلة الآتية على سبيل المثال. إذا أضرب المعادلة الأولى بناقص 9 على 16، نعم، فأحصل على معادلة سميتها المعادلة الآتية. هاي العملية هي هون، هاي المعادلة خلوني أجمعها مع المعادلة الثانية طرفا إلى طرف. طلاب، الغاية من ضرب المعادلة الأولى بناقص 9 على 16 هو أن أتخلص من بي مربع، وجود ال 25، وجود ال 16 هون، وهون هون 25 على بي مربع، وهون 225 على 16 بي مربع، دعاني لأضرب بناقص 9 على 16. بجمع 2 مع 3 جمعا طرفا إلى طرف راح يصير عندي ناقص 256 على 16 A مربع زائد 9 على A مربع. الحدود اللي مقامها ب مربع بتروح مع بعض، 225 على 16 ب مربع ناقص 255 ب مربع راحوا 1 زائد ناقص 9 على 16، او ناقص 9 على 16 زائد 1 نفس الشيء. اذا صار عندي ناقص 256 على 16 A مربع زائد 9 على A مربع ناقص 9 على 16 A مربع ناقص 9 على 16 زائد 1. نعم، راح وحد المقامات هون، بدي أضرب بهون ب 16، صار عندي هون 144 على 16 A مربع، وهون ناقص 256 على 16 A مربع. نعم، وهم بدي واحد مقامات ناقص 9 على 16 زائد 16 على 16 يعني زائد 7 على 16. بكل صراحة البسط زائد البسط والمقام نفسه، بكون أنا هون حصلت على الشكل ناقص 256 زائد 144 هي ناقص 112 على 16 A مربع تساوي 7 على 16، طرفين في الوسطين، 16 A مربع بسبعة، أو الـ A مربع هي 112 ضرب 16 على 16، مباشرة 16 مع 16 راحت، ما بنسى الناقص، يعني بحصل على ناقص 112 على، راحت 16 مع 16 على 7، 112 على 7 تساوي ناقص 16. شوف عيني، أنا حصلت على الشكل A مربع يساوي، حصلت على الشكل A مربع يساوي ناقص 16. شو رأيكم في هالعبارة اللي حصلت عليها أنا؟ A مربع تساوي ناقص الحل. نعم؟ غير صحيح. مستحيل. غير صحيحة. مستحيل. يعني هذا تناقض. هذا تناقض. هذا تناقض.
أي مربع يساوي ناقص 16، معناته الكلام اللي أنا كنت عم بحكي فيه المعادلة اللي لحنا عم نفرضها من الشكل X مربع على A مربع ناقص Y مربع على B مربع يساوي الواحد، هذه المعادلة ليست من هذا الشكل. معناته أنا بشيل فكري عن هذا الشكل أطبق الشكل الآخر، أقول حصرا أو حكما راح تكون معادلة القطع الزائد من الشكل y مربع على b مربع ناقص x مربع على a مربع يساوي الواحد، ونفس الخطوات اللي مشيت فيها بدقة لنعوض علينا إيجاد الـ a والb، علي إيجاد الثابتين a وb، لنعوض إحداثيات النقطة أم واحد في معادلة القطع، ثم أعوض إحداثيات النقطة أم اثنين في معادلة القطع. شوف عيني راح أعوض هون m واحد 16 على 3.5، نعم الواي مربع 25 على بي مربع ناقص 256 على 9 اي مربع يساوي الواحد، 25 على بي مربع ناقص 256 على 9 اي مربع يساوي الواحد. ايضا هنا نعوض احداثيات النقطه ام 2 اللي هي 3.15 على 4 في معادله القطع، نعم الوايات 15 على 4 225 على 16 بي مربع ناقص 9 على بي مربع ناقص 9 على A مربع عفوا تساوي الواحد. بالحال المشترك جمله معادلتين 1 و2، بنتذكر المعادله الاولى مشان نكتبها هون، المعادله الاولى 25 على B مربع ناقص 256 على 9 A مربع، اذا 25 على B مربع ناقص 256 على 9 A مربع يساوي الواحد. الآن بالحل المشترك لجملة المعادلتين 1 و2، نعم إذا هو تساوي الواحد أليس كذلك؟ بالحل المشترك لجملة المعادلتين 1 و2 بنفس الطريقة السابقة، أنا لازم لاقي طريقة أن أتخلص فيها من أحد المجاهيل، طبعا 25 على بي مربع و 255 على 16 بي مربع، أني أضرب بناقص 9 على 16، نفس الخطوات السابقة بالضبط، أضرب المعادلة الأولى بناقص 9 على 16، نعم فأحصل على الشكل ناقص 225 16 بلس 16 بمقام راحت، ما هيك؟ على عفوا 9 بالبسط مع 9 بالمقام راحت، على 16 ب مربع زائد، نعم هنا جمعنا مباشرة، خلونا نضربها بداية 25 على ب مربع ناقص 256، بدنا نضربها بناقص 9 على 16، راح أحصل على الشكل 225 على، نعم على إيش؟ 9 225 على 9 ب 16 144 ب مربع، نعم هون على 16 ب مربع ضرب 9، نعم 144 ب مربع، نعم ناقص 9 على A مربع ضرب 16 81 على 16 ب مربع ناقص 81 على 16 ب مربع، نعم يساوي الواحد. نحن هنا ضربنا بناقص 9 على 16 أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ضربنا بناقص 9 على 16، عندئذ بالجمع أحصل على الشكل، أجمع المعادلة الأولى مع المعادلة الأولى، ناقص 225 على A مربع ناقص 225 على 16 B مربع زائد، نعم راحت اللي بيتعلقوا في بي مربع مع البي مربع، نعم بهذا الشكل. هنا بالعودة إلى المعادلة السابقة كانت 25 على بي مربع ناقص 256 على 9 A مربع، نحن نقلناها بالخطأ وهون 25 على بي مربع ناقص 256 على 9 A مربع، نعم نحن هنا عند اللي ضربنا تخلصنا من البي مربع، نعم فحصلنا على الشكل 225 مسبوقة بإشارة ناقص على 16 بي مربع زائد 16 على A مربع يساوي، نعم هم بالجمع بعد ما ضربنا بناقص 9 على 16
هون ضربنا بواحد نقص على 16 زائد واحد نقص على 16. هنا يبدو أنه حصل خطأ مطبعي. نعم، نحصل على الشكل ناقص 9 على A مربع زائد 16 على B مربع بعد الجمع. أحصل على الشكل ناقص 9 على A مربع زائد 16 على A مربع يساوي الواحد ناقص 9 على 16. هون طلاب حصرنا الخطأ اللي صار، انتبهوا علي جميعا. أنا هون عم ضربت ناقص 9 على 16، حصلت في المعادلة الأولى على ناقص 225 على 16 بي مربع، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ناقص 225 على 16 بي مربع. هون 256 على 9 ضرب 16، 256 ضرب 9 على 16، وعندي هون 9 9 بس مع 7 المقام راحت، و256 على 16 هون 16 على A مربع يساوي ناقص 9. هاي المعادلة 3 اللي أنا ضربت فيها المعادلة الأولى، أليس كذلك؟ هاي المعادلة 3 اللي أنا ضربت فيها المعادلة الأولى. نجمع المعادلة 3 إلى المعادلة 2، راح أجمع هدول جمع مباشر، 225 على 16 ب مربع زائد الناقص 225 على 16 ب مربع راحت مع بعض، ناقص 9 على A مربع زائد 16 على A مربع يساوي الواحد زائد الناقص 9 على 16. هاي المعادلة الأولى بعد الضرب بناقص 9 على 16. نعم، وبعد الجمع مع المعادلة الثانية أنا حصلت على الشكل 9 على A مربع مسبوقة بإشارة ناقص زائد 16 على A مربع يساوي 1 ناقص 9 على 16. هذا يؤدي المقام موحد، ناقص 9 على A مربع زائد 16 على A مربع هي 7 على A مربع، والواحد ناقص 9 على 16 هي 7 على 16. A مربع 7 ضرب 16 على 7، A مربع تساوي 16، الـ A مربع مقدار موجب، وعليه A تساوي الأربعة، وعليه A تساوي الأربعة. نعم، هنا A مربع يساوي 16. نعم، هون راح عوض وين في المعادلة الأولى لكي أحصل على قيمة B، أليس كذلك؟ بالتعويض في المعادلة الأولى كانت المعادلة الأولى 25 على B مربع ناقص 256 على 9 A مربع هي التي يؤشر عليها يساوي الواحد. راح نعوض هون الـ A بـ 16، أليس كذلك؟ الـ A بـ 16. نعم، لاحظ 25 على B مربع ناقص 256 على 9 بـ 16، 256 بالبسط و16 بالمقام، صفى عندي 16 بالبسط، أليس كذلك؟ يساوي الواحد. 25 على B مربع ناقص 16 على 9 يساوي الواحد، وعليه ناقص 16 على 9 بتنتقل للطرف الأيمن، 25 على B مربع يساوي 1 زائد 16 على 9، 25 على B مربع يساوي 25 على 9. طبعا البسط زاد البسط بعد توحيد المقامات، يعني 9 على 9 زائد 16 على 9، 25 على B مربع يساوي 25 على 9، B مربع 25 ضرب 9 على 25، B مربع يساوي 9، وعليه B تساوي 3. بعد حساب الـ A و B نعوض A و B في معادلة القطع، أحصل على المعادلة Y مربع على 9 ناقص X مربع على 16 يساوي الواحد. طبعا طلاب هذا التمرين إذا بده يجي بالامتحان ما بيجي بهذا الشكل، بعد ما يقولنا يمر بالنقطتين وبيحدد لنا محوره المحرقي، يعني يضيف إلى السؤال ومحوره المحرقي يوازي Y، مشان الطالب ما يكون مشتت ما بين الحالة الأولى والحالة الثانية. نعم طلاب، نعم هنا انتهى حل التمرين. هون فقط صار عندنا خطأ في الحسابات أثناء الحل وعدلناه، أنه عندما هون عندي ضربت المعادلة الأولى بناقص 9 على 16،
نعم هون 256 على 9 مربع ضرب 9 16 راح 9 مع 9 و256 مع 16 صفى عندي 16 على اي مربع. هذا هو الشكل. نعم هذا الخطأ كان فقط في الحسابات انتبهنا اليه. واضح طلاب حل هذا السؤال؟ اعيد. نعم نعم استاذ واضح. لو بدي يجي هذا السؤال نعم لو بدي يجي هذا السؤال راح يحدد لك المحور المحرقي. نعم